في مباراة قوية شدت الأنفاس، خرج فريق الرجاء الرياضي من مسابقات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب خسارته أمس الأحد بسوسة أمام النجم الساحلي التونسي بثلاثية قاسية لينهي الأخضر موسما عقيما. أبرز لحظات المباراة نتابعها في تقرير عزيزة قبله. الهدف الثالث لفريق النجم الساحلي التونسي حسم الأمور بشكل رسمي وضمن التأهل الفريق التونسي لدور المجموعات عقب مواجهة الإياب التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي. فريق الرجاء الذي كان مدعوما بجمهوره المعتاد لم يستغل تفوق الذهاب بهدفين دون رد، وما زاد الطين بلة إكماله للمواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب عبد الجليل جبيرة. ليبسط ممثل تونس سيطرته على مجريات المواجهة مستهلا ذلك بهدف سجله في الدقيقة العشرين من الشوط الأول عن طريق اللاعب بغداد بونجاح. وفي الدقيقة الرابعة والعشرين وعلى إثر ضعف واضح في التغطية الدفاعية تمكن اللاعب بغداد بونجاح من العودة من جديد ليضيف ثاني أهداف النجم الساحلي، وهذه إعادة للهدف المسجل. وبعدها أضاف اللاعب علي البريقي الهدف الثالث لصالح التونسيين في الدقيقة 72 ليحسم تأهل النجم الساحلي رسميا إلى دور المجموعات. فريق الرجاء لم يكن محظوظا بالشكل الكافي خلال ضربة الخطأ هاته ليضيع بالتالي فرصة حقيقية لتسجيل هدف محقق. نهاية المباراة لم تخلو من احتجاجات لاعبي فريق الرجاء على حكم المواجهة الذي أجج الأوضاع داخل رقعة الملعب. ونستمع مشاهدينا إلى هذه التصريحات التي استقاها لنا من سوسة التونسية الزميل هشام الحفيظ بكاميرا أنور أفغاني. ضغطنا عليهم، فكينا الكرات الكل، تحكمنا في الكرة، نص الميدان كان منتشر جيد، كل شيء كان جيد، وسهلنا مقابلة عندما خرج منهم لاعب. قلت أسهل، المفروض الشوط الأول نسجلوا أكثر من هدفين، لأن بعد هدفين كيف اللي استرخينا شويه، فقلت له هذا اللي ما عجبنيش انا بين الشوطين هذا علاش كلمتهم، ما احناش مازلنا ما احناش مترشحين 2-0، لازم ولا بد باش نسجل، خاصة الشوط الاول كنا نجموا معناتها هما مازالوا داخلين تسجلهم الهدف الثالث على الاقل. على كل ما قصروش في سجلنا هدف علي سجل الهدف الثالث وترشحنا ومبروك للناس الكل. والله المقابله ما كانت سهله، فريق المغربي معناها عنده لاعبين ممتازين برشا، اليوم كنا حاضرين عليهم، كنا حاضرين اكثر منهم، كنا معناها سباقين عليهم في كل كوره. الحمد لله يا ربي اليوم كان فما برشا انجاجمون معناها وبرشا جرينتا من الاولاد الكل، وحاطين في معناها اول ما دخلنا المقابله دخلنا معناها حاطين في مخاخنا باش نترشحوا، ما عطيناش معناها في مخاخنا اثنين بلاش، ولا حاطين في مخاخنا ترشح خاطر عندنا جمعيه تلعب مليح، عندنا جمعيه كبيره السنه ان شاء الله. الحكم اللي هو طرف اللعبه يعني عاون بشكل كبير نجم الساحل اللي ما كانش بحاجه الحكم بحال هذا، ربما احنا بالعباره ديال الكره تصيدنا، احنا في الفخ ديال الاربيط، جاتنا كره باش نقتلوا الماتش في الاخر، ولكن ما كانش معنا الحظ اليوم. كما كنقول لك كتشوف مثل هذا مازال حتى الان حنا تنلعبوا كره القدم في 2015، كنشوفوا مثل هذا الحكام اللي كيكملوا على الفريق اللي فاهم كان هو كان يحمينا شي شويه، زاد كمل علينا كنشوف في دقيقه يلا بدا الماتش خدا لاعب جبيره مورا في دقيقه ولا عطا صفرا حمراء، دونك انت كتشوف هذا الشيء درنا اللي علينا ما كتبش يلا ما جابش الله كان الحمد لله ونشكروا هذه، وكان كتشوفوا كما راكم شفتوا على عينكم التحكيم كيفاش كان.